هتفوتك، لو فاتتك هتندمي ندم عمرك. الوصفة الحارقة لدهون البطن وسريعة جدا، بتنسف الدهون مهما كانت، دهون بطن السفلية، شد الترهلات، دهون الجوانب بشكل سريع جدا، هتخلي بطنك فلات بدون كرش نهائيا. عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة بقى جايبة لكم وصفة حكاية، وصفة تحفة، وصفة اتطلبت مني كتير من متابعة عندي. مايا أنا مضايقني الكرش السفلي، مايا أنا عندي دهون سفلية، مايا أنا عايزة حاجة سريعة، مايا أنا ما بقدرش على المشاريب، ما بقدرش على وصفتنا النهاردة بجد جميلة جدا جدا يا بنات، لتخسيس البطن والجوانب وشد اي ترهلات مهما كانت. هتخسسي بطنك فقط وجوانبك، حتى لو كان وزنك فوق 100 كيلو، حتى لو انت عايزة بطنك بس اللي تخس. قبل ما ابدأ وصفتي، لأول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه بقى عايزاكي تركزي معايا، لان طريقه استخدام الوصفه دي مهمه قوي ودقيقه جدا، يعني ما ينفعش ان انت تستخدمي الوصفه عشوائي او تاخدي المكونات من غير ما تعرفي طريقه استخدامها، لان لو استخدمتيها بطريقه غلط هتضرك مش هتفيدك، فلازم تستخدمي الوصفه اللي معايا دي بطريقه صح. فلازم ان انت تستخدمي الوصفة اللي معايا دي بطريقة صح، عشان في تكاية مهمة جدا هنعملها مع بعض في طريقة الاستخدام. اول مكون طبعا معايا وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون حارق لدهون البطن سواء خارجيا او داخليا، كمان من اقوى المكونات لشد الترهلات. انت ممكن تستخدمي زيت الزيتون كمان لشد ترهلات صدرك، تابع معايا لاخر الفيديو عشان هقولك لو انت عايزة ده لمنطقة الصدر تستخدميه ازاي. هنبدأ نجيب من زيت الزيتون بمقدار معلقتين كبار من زيت الزيتون، وطبعا يفضل يكون زيت زيتون بكر من العصرة الاولى علشان يديكي نتائج تكون سريعة. بدأنا ان احنا نحط زيت الزيتون بتاعنا، هنبدأ ان احنا نحط على زيت الزيتون بتاعنا معلقة كبيرة، معلقة صغيرة من القهوة العادية. طيب ليه يا مايا انت هتحطي قهوة؟ القهوة دي لشد الترهلات، احنا بنعمل حاجة لتذويب الدهون، بتذوب الدهون وفي نفس الوقت كمان بتشد الترهلات، يعني هنضرب عصفورين بحجر، شد ترهلات مع اذابة للدهون. هنبدأ ان احنا نقلب المكونات بتاعتنا كده، الزيت مع القهوة، لحد ما يدوبوا خالص مع بعض. واهم حاجة زي ما قلتلك ان انت تركزي معايا في طريقة الاستخدام. قلبناهم، بصوا بقى القوام زي ما انت شايفه بالشكل ده. هنبدأ ان احنا ناخد كمان على الزيت الزيتون والقهوة معجون الاسنان. انا مش عايزة منك معجون اسنان معين، ممكن تستخدمي اي نوع معجون، بس ما تجيبيش الانواع اللي هي احمر اخضر اللي هي بتبقى الوان، لأ عايزة النوع الابيض. هنبدأ نحط معلقة كبيرة من معجون الأسنان. طيب معجون الأسنان هنا يا ماي بيفيد في إيه؟ معجون الأسنان بيدوب الدهون عن طريق التعرق الشديد جدا، كمان ليه فعالية رهيبة 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 يا بنات في نحت البطن مهما كانت، كمان ليه فعالية حلوة جدا كمان لشد الترهلات. هنبدأ نقلب معجون الاسنان مع زيت الزيتون. طبعا اللي خايفين من معجون الاسنان ما تخافوش منه خالص، لان احنا حاطين له زيت زيتون، فزيت الزيتون بيقتل اي حاجه ممكن انها تضرك من معجون الاسنان. بدانا نقلب معجون الاسنان مع القهوه مع زيت الزيتون بالشكل ده لحد ما ادانا القوام ده. هنبدا نحط المكون ده، وده ليه يا مايا؟ علشان لو عندك خطوط، الخطوط ناتجة عن التخن، الخطوط الحمراء او الخطوط البيضاء اللي بتكون في بطنك او في جوانبك او في اي مكان، المكون ده هيشلك الخطوط خالص، خطوط تمدد الجلد، وهي معلقة من النشا او الكورن فلاور. هتستغربي شوية، لان النشا يا بنات من الحاجات الحلوة جدا لازالة الخطوط ناتجة عن التخن، بس احنا مش بنحط كمية كبيرة، احنا بنحط معلقة صغيرة بس. بالله عليكي حطي لايك، ما تستخسريش شوية اللايك، اللايك يا بنات ببلاش،
بس انت يعني حطي لي رايك علشان غيرك يستفاد. ربنا يسعدك ويكرمك يا رب حبيبه قلبي. حطيناهم بالشكل ده مع بعض، نركز بقى مع بعض لان طريقه الاستخدام، بصي الوصفه سهله ومكوناتها سهله وتقدري تعمليها على طول، بس طريقه استخدامها هي اللي لازم تركزي فيها. تمام، عملنا الوصفه مع بعض. تمام، اول حاجه الوصفه دي او الكريم ده ممكن تعملي منه كميه وبيقعد معاكي اسبوع ما بيفسدش خالص، بس بيتشال في التلاجه. تمام، يلا بقى نقول طريقه الاستخدام. ركزوا معايا كويس قوي عشان في مكون هنستخدمه واحنا بنعمل بنشتغل على الوصفه او بنعمل الوصفه مع بعض. تمام، او وانت بتحطي الوصفه، ده مكون مهم جدا هتستخدميه. اول حاجه معايا هنا طبق، وهبدا ان انا اجيب ميه تكون ميه سخنه، بس مش سخنه قوي، يعني على قد ما جسمك يستحملها. تمام، ميه ما تكونش يعني سخنه، ما تكونش اللي هي درجه السخونيه العاليه قوي. تمام، وهبدا ان انا اجيب المكون ده، والمكون ده رهيب وهنستخدمه ضروري جدا علشان الحرق، وهو الخل الابيض. الخل الابيض ما تلاقيش منه خالص، احنا مش هناخد منه كميه كبيره، بس احنا عايزينه لفتح المسام ولشد الجلد وكمان لفعاليه الوصفه. تمام، هنبدا ان احنا ناخد من خل التفاح معلقه صغيره فقط على نص كوبايه من الميه الدافيه السخنه يعني. تمام، هنبدا ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده، الخل مع الميه. تمام، وهتبداي ان انت نشوف هنستخدم الوصفه ازاي. هتبداي تجيبي الكريم بتاعك ده، ركزي معايا قوي. تمام، وبعد كده الاول هتيجي بالميه السخنه بالخل، هتبداي ان انت تدلكي كده اهو على بطنك كلها والجوانب بالشكل ده كده. تمام، وهتيجي بايدك وتعملي مساج، هتيجي بايدك وتعملي مساج تدليك كويس قوي بالميه بخل. انت مش عايزه اللي عايزه تنحتي كده بطنك في يوم، اعملي اللي انا بقولك عليه ده، اعملي اللي انا بقولك عليه ده وانت هتنحتي بطنك في يوم. هتبداي تدلكي الخل مع الميه الدافيه مع المساج. مساج مهم جدا جدا علشان ده بينشط الدوره الدمويه في منطقه البطن، كمان بيفتح المسام المقفوله عندك، بيبدا كمان يستفز الدهون اللي عندك انها تبدا انها تدوب. تمام، تاخدي وتدلكي، هتفضلي تدلكي كده لمده دقايق. بعد التدليك هتبداي ان انت تاخدي الكريم بتاعك ده وهتبداي ان انت توزعيه بالشكل ده كده على بطنك كلها وعلى الجوانب. الناس اللي خايفه بشرتها تتحسس، هقولك على حاجه هتدهنيها بعد الوصفه دي علشان ما تتحسسيش خالص وما يحصلكيش اي مشاكل. تمام، بعد ما دهنتي الكريم بتاعك بالشكل ده هتبداي ان انت تجيبي الكيس او اللف التنحيفي، الكيس بتاع هتبداي ان انت تجيبي الكيس بتاعك اللي هو النايلون ده، وتبداي تلفي على بطنك حوالي 3 لفات كده. بعد كده هتبداي تسيبيها على بطنك لمده ساعتين كاملين، ويفضل وافضل ولازم ان انت تعملي بعد ما تلفيها على بطنك اعملي بقى مجهود، يعني اعملي مثلا اكل، نظفي، اتحركي، علشان يعني ده مش هيدهن قبل النوم، انا عايزاكي تتحركي علشان تعرقي، علشان الوصفه دي بتزيل الدهون عن طريق التعرق، عن طريق تسييح الدهون خارجيا. تمام، بعد كده هتبداي ان انت تشيلي الكيس وهتبداي تغسلي بطنك كويس قوي بالميه الساقعه. بعد كده هتبداي ان انت تجيبي قطعه من التلج وتبداي انك تدلكيها على بطنك. طب ميه الجو شتا وانا خايفه ان انا اتعب، مش هقدر ان انا اجيب مكعب من التلج وادهنه. خلاص يا حبيبه قلبي ما تعمليش الحركه دي، بس اغسلي بطنك بالميه تكون ساقعه شويه، يعني بلاش تكون سخنه عشان احنا عايزين نقفل المسام. تمام، او لو انت مش هتقدري تغسلي بطنك بميه ساقعه خالص وتعمليها بميه دافيه، هتجيبي ميه ورد وتدلكي بطنك بميه الورد. ولو انت خايفه من التحسس هتجيبي زيت زيتون عادي جدا، الزيت الزيتون الخام، وهتبداي تدهنيه على بطنك بعد الوصفه. مستحيل حتى لو بشرتك حساسه ايه، مستحيل هتتحسس خالص. هتستخدمي الوصفه دي يوميا يوميا بشكل يومي. في ناس الوصفه دي تاخد معاها يوم، في ناس ممكن تاخد معاها 3 ايام، ممكن تاخد معاها اسبوع، بس طبعا النتائج اللي انا يعني اقدر ان انا اوعدك بيها من اول اسبوع.
لانك انت هتلاحظي فرق في يوم، بس مش الكرش مش هيتشال كامل، انت ممكن تلاحظي فرق في يوم، بس لازم تداومي عليها اقل حاجه مده اسبوع. يا رب اكون قدرت افيدكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.